how to define your lips، يعني التحديد تقدرون تستخدمونه، تحديد تستخدمونه حمرة. اللون الأول اسمه النود روز، هذا اللي أنا متحمسة إني أجرب لكم إياه. و first edition، الدرجة اللي قلت لكم عنها اسمها event gardenia. الشرح أهو إنه أهو روزي نود، هذا اللون اللي أنا مستخفة عليه. من أجمل درجات النود. الحين عشان بس أثبت لكم إن الحمرة highly pigmented، بس طبطبت على اللون القديم. الحين بستخدم هذه اللي هي red defined، الحمرة الحمرة العنابية، شيء خرافي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.